أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. صحيفة عبرية، انطلاق رحلات مباشرة بين إسرائيل ومراكش شهر يونيو. كشف موقع ماكو الإسرائيلي عن وجود تفاؤل بشأن تسيير رحلات طيران بين إسرائيل والمغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأشار تقرير نشره الموقع أنه يمكن الوصول اليوم إلى المغرب عن طريق رحلات منظمة أو من خلال تلقي دعوة شخصية، مشيرا إلى أن السياحة الخاصة سيتم ترتيبها قريبا وستبدأ الرحلات على ما يبدو في يونيو المقبل. وفي هذا الصدد صرحت جي ستاب نائبة رئيس قسم التسويق في شركة الطيران الإسرائيلية للموقع بأنه من المتوقع تسيير رحلات مباشرة إلى مراكش بعد الحصول على الموافقة على ذلك، وقالت نستعد لتشغيل رحلات مباشرة إلى مراكش من شهر يوليو، ونتوقع أن تكون المغرب وجهة سياحية مثيرة نظرا للمميزات التي يتمتع بها من شواطئ وطبيعة خلابة.